طيب السلام عليكم. في كوباية شاي. ده بودكاست لأن احنا كلنا عنده مع القاعدة بتاعت الكورونا كلنا في البيت مشتاقين نقوم نطلع برا عشان نتونس مع صحابنا نتونس مع صحباتنا. فدي وانا سامني لكم عن رحلتي لكينيا. صراحة فيها حاجات يعني مضحكة وحاجات مبكية وانهم ممكن كتيرة شديد. فآخر في الحلقة اللي فاتت كانت تكلمنا عن الأمريكية نازلين في المطار. فالحلقة دي حتكون انتو ان شاء الله تموتوا ضحك الليلة. فأول مشكلة انا نزلت من المطار كان اني انا كنت مزنوق المفروض الاقي حمام الله يكرمكم. فنزلت يا زول عملت اجراءاتي سريع سريع وجري على الحمام. طيب اول حمام لقيته مقفول. اذا حمام اللي هو المقفول وهتنا على ويافطة. فقمت سألت الزول قمت قلت له يا اخي الحمام الثاني هناك. قلت له الحمام الثاني هناك. انت قلت له الحمام الثاني هناك زي كانك تمشي من اول شهر 40 لحد نهاية شهر 40 مسافة تجري فيها. فالمهم يا زول انا شايل الشنطه بتاعتي وجاري بيها. طبعا الشنطه كان عندي كم شنطه يا احمد؟ كان عندي شنطتين. ايوه شنطه كبيره خدت فيها حياتي اللي هو دي العفش بتاعي وشنطه ثانيه خدت شايل فيها اللابتوب ثلاثه شنط الصراحه. الشنطه بتاعت لابتوب عاديه خدت فيها اللابتوب حقي وشنطه ثانيه خدت فيها الهدوم والحاجات الاكل وكده. طبعا الحاجه ما قصرت ما شاء الله. والشنطه الثالثه خدت فيها بقيه الهدوم حقتي. فثلاث شنط ايرونيكلي انف او يعني كلهم لون احمر حتى اللابتوب بدا لونه احمر. فالمهم نرجع للحمام. فقمت اجري على الحمام خشيت الحمام برضه مقفول. خلنا قاعد نحضر جنب الحمام قاعد تصوني فيهم اللهم طولك يا روح. المشكله وين مشي في انه ما كان في ناس كتار في 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 المطار. انا ما اعرف هل المطار ما في ناس كتار ولا المحلات اللي احنا فيها ما فيها ناس كتار. فالمهم كسرنا الحنك هذول بتاع كسرت الحنك بتاع الحمام ده مشيت ليه قال في حمام ثاني مشيت الحمام ثاني قال الحمام بتاع السيدات. فالمهم انا بقيت لافي انا قطعت تقريبا حاجه بتاع 3 كيلو صفا والمروه ما شاء الله ماشي جاي. فالمهم يا ربي في النهايه عملت شنو ما مذكر والله صراحه في النهايه شنو. بس المهم في النهايه ازاي توكل على الله. تقريبا لقيت حمام فاضي. فالمهم الحمد لله ربنا هداه يا عيني مكان وزول فك زنقته. وجيت يا زول بعدك عشان اشوف بقيت الناس عملوا شنو. فالمفروض بعدها تملا الاستمارة بتاعت الفيزا. طيب في حاجة نحن كلنا نكون مرنا بها اللي هي الموضوع بتاع الفيرست نيم واللاست نيم والسو نيم. دي الحاجة اللي انا قاعد تخرب بالي انه يا اخي يعني دائما هم بيسألوني بيقول لي انت والله يا احمد يو فيرست نيم از احمد. بقول لهم يس انت اسمك الاول احمد اسمك الثاني منه. طبعا هنا الناس بيسموهم اسمين في الغالب بيكون انجلش نيم وكينيان نيم يعني اسم انجليزي واسم كيني. يعني مثلا عندي واحد صاحبي او صاحبي اللي حكلم لكم عنه شوي اسمه ديزموند. ديزموند ده الاسم بالعربي هذا الاسم استغفر الله العظيم. ديزموند ده الاسم الانجليزي. وجوبي ده اسم الكيني. فهو عنده اسمين وبعدين اسم ابوه وهكذا. فيا زول جيت في اللاست نيم انا اسمي احمد اسير خلف الله علي. فعشان ما اقوم اكتر الكلام معهم كتبت لهم الفيس نيم احمد اللاست نيم علي وكسرت الحنك على كده. المهم بيقول لك داير الرقم بتاع الباسورد بتاع الباسبورت بتاعك وانت حتسكنون الحاجات دي كلها. فالمهم مليت الحاجات دي كلها. طبعا ما قدرت اعملها براي. كل مره بمشي بسال لي زول او بسال زاد في موظف شغال في في في, في المطار هو بسال بيقول لي يا اخي الحاجات دي تملاها كيف؟ بيقول لي الحاجات دي خليها فاضيه الحاجات دي اعملها انت حتجي متين. فناس المعهد كانوا ادوا تو ريكومنديشن او ادوا حاجه لازم نعمل. الحاجه الاولى لازم تحجز طياره ماشي جاي. ده بالنسبه للناس جايين من السودان او من الدول اللي عندها مشكله مع اليو اس سانكشنز او الدول الارهابيه والكلام ده. فلازم تحجز طياره ماشي جايه عشان يتاكدوا انك انت تحضر على بلدك. دي نمره واحد بدل انك تقعد هناك. نمره اثنين عندهم المشكله بتاعت الفيزا. طبعا احنا انه الفيزا بالنسبه لكينيا قلنا رايفل يعني انتصف في المطار. فبقول لك يعني المحل ما قدر يطلع لي فيزا بتاع طالب لما تجي تخش كينيا عادي وبعدك بيطلعوا لك الفيزا بتاع الطالب من جوا كينيا. فلازم في البدايه تخش او تعمل الفيزا الاوليه. فالمهم خير وبركه مشيت يا زون. لما حنت على الفيزا مليت الاستماره بتاعتي شت الاستماره تنجش 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 تنجش. طبعا السيد السوداني قطعت اللاينز كلها. في اللاينز انت المفروض تمر بيها فانا ما مريت بها طوالي توش. مشيت الكاونتر انا اصلا الكاونتر فاضي فالحركات بتاعتك فاضي ما تنفع معي. فمشيت الكاونتر اديته الفيزا فقام قال لي القروش كم؟ $50. $50 دي اضربها في الدولار حسي اذا بقى ب 100 مثلا حتكون حاجه بتاعت 5 مليون دي الفيزا بس.
فطلعت لي يا زول 50 دولار اديت لي في اليوم. قال لي قاعد كم؟ قلت له قاعد اسبوع. جاي لشنو؟ قلت له جاي زياره. شكرا جزيلا. طق طق اداني الفيزا يا زول. الاخ فرحان جدا. مجلت يا زول استلمت العفش بتاعي والحمد لله. الفيزا لمده الفيزا بيدوك ليها لمده شهر بتاعت كينيا. حتى لو انت قاعد اسبوع بيدوك الفيزا شهر. فيا زول اداني الفيزا بتاعتي ونزلت. نزلت عشان استلم بعد الشنطه بتاعتي. منتظر الشنط. منتظر زي الانتظار بتاعت بنشن. زي الانتظار بتاعت مطار الخرطوم. فقاعد منتظر يا زول منتظر لحد ما استلمت حياتي. وعمل كبير كان لقيته في المطار اتكلمنا عنه امبارح. شلت الرقم بتاعي يا زول كتبته في التليفون سجلته. قلت له شكرا جزيلا. فقام قال لي يا اخي انت اذا تشتري لك اذا تشتري لاين او اذا تشتري لك شريحه في حي اسمه سفاريكوم. فقال لي اشتري سفاريكوم ما تشتري حاجه ثانيه. فقلت له يا زول خير وبركه ما عندك اي مشكله. فالمهم بعد ذلك بدات رحله البحث على الواي فاي. فتش الواي فاي لقيت لي عسكري قاعد ساد. قلت له يا اخي عند الواي فاي. قال لي الواي فاي بتلقاه قاعد هنا. فيا زول دخلت حياته في الواي فاي. فلقيت صاحبنا اجيب لك المفروض انزل والمفروض يوريني انا حنزل وين. لقيتهم ارسل لي رساله. فقام قال لي انت يا اخي شايل معك شنو؟ قلت انا شايل معي ثلاثه شنط. شنطتين زي الهاند باك او شنطتين يعني بتاع الظهر عاديه وشنطه واحده كبيره. فقام قال لي اوكي. المشكله انه ما حقدر الاقيك في المحل اللي انا قاعد فيه. هو كان قاعد في المطعم وما اعتقد انه كان قاعد في المطعم صراحه لكن المهم. فقام قال لي انا خلاص لما تصل المحل الفلانيه دي اضرب لي. دي زي كانه زول جاي من جنوب افريقيا خش السودان. واحد قام قال له يا اخي لاقيني في شارع الاربعين من دون ما شارع الاربعين. فزول ما حيكون فاهم اي حاجه. انا قلت له خلاص خير وبركه يا زول بنلقى بجوجل جوجل ماب بنفتش وبنلقى الحاجه دي. ففعلا دي الحاجه اللي حصلت. قلت له يا زول شكرا جزيلا لحد ما يتلاقى ان شاء الله. ومشيت طوال عشان اطلع عشان اول حاجه احول القروش. فالحاجه الكويسه في كينيا انه ما عندهم انفليشن يعني السعر بتاع العمله ثابت. فتقريبا لما جيت حولت كان الدولار الواحد بيساوي 100 كينيان شيلين. الوقت ده كان الدولار السوداني بيساوي الدولار السوداني الدولار الامريكي بيساوي لنا حاجه بتاع 75 جنيه. فبالنسبه لي كان اوكي. طيب قمت حولت جزئيه صغيره تقريبا حولت حاجه بتاع 50 دولار او انتهى القروش. بعد ذاك جاتني رساله او صراحه رساله جات قبل كده لكن ما قريتها. فالرساله الثانيه كانت طلعت من واحده من مديري المعهد اللي انا ماشي لهم. فكانت قالت لي كالعاده قالت لي انت لما تتصل ناس الفيزا قوم قول لهم والله يا اخي انا جاي عشان الاقي الزول الفلانيه طق 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 القاعده في المكان الفلاني طق 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 وانا حقعد لمده زياره وراجع طوالي. فالحاجه دي كانت المفروض اقول لناس الفيزا قبل ما اطلع الفيزا لانه هم سسبكت كثير او هم بيشتبهوا في الناس اللي بيجوا مثلا من السودان والصومال والجماعه دي. فقلت لي الحاجه دي مهمه لازم تقراها قبل ما تمشي بتاع الفيزا. الوقت ده كان الفيزا اصلا مدقوقه في الباسبورت بتاعي. فالمهم قلت لها ثانك يو اي اوريدي جيت ماي فيزا يعني انا خلاص لقيت الفيزا بتاعتي. فقامت قالت لي انت وصلت؟ قلت لها انا وصلت. فقامت قالت لي خلاص انت المفروض في زول بتاع التاكسي المفروض تلاقيه برا. فقلت لها خلاص خير ان شاء الله. وبعدها مشيت عشان اطلع على الشريحه بتاعتي. فواقفين في الصف عشان اطلع الشريحه بتاعت سفاريكوم. فعينت وراي لقيت نفرين ما بيبوني سودانيين. السلام عليكم يا شباب. وعليكم السلام كيف الحال؟ ان شاء الله طيبين والامور اخباركم هنا. انا قاعد في راسي انه يا اخي واحده من حياتي انا يعني قررتها انه لما اجي كينيا انا ما حيكون عندي احتكاك بالسودانيين. ما لانه انا يعني الموضوع بتاع السودان قافل معي ولا كده رغم انه كان، لكن لانه الزول حاب انه يقوم يشوف عادات وثقافات اكثر. فدايما معظم الناس اللي هم يشوفوا انهم هم لما يطلعوا برا يقوم بيقعدوا مع السودانيين. الحاجه دي كويسه اذا هي كويسه معك او معاك ما عندي فيها مشكله. لكن بالنسبه لي انا اتعلم اللغه لما تقعد مع السودانيين انك تتكلم باللغه العربيه وما تتعلم اي حاجه ثانيه. يا هم ناكل القراصة والكسرة والنعيمية والحياة دي كلها. فقلت يا أخي من البداية سودانيين كده دي شنو المشكلة دي؟ فالمهم تونست معهم طلعوا إنهم هم برضو جايين سياحة قاعدين حياة بعد أسبوع راجعين طوالي. فجاء واحد شايل شرايح. يا أخوانا الشريحة دي ظابطة وأخوانا الشريحة دي ظابطة وكده وكده وكده. فده قام رد عليه بالعربي قال له والله يا أخي نحن سودانيين ما بنتغشى.
هو الشريحة التانية كانت شريحة بتاعت حاجة بسموها ايرتل. ايرتل دي يعني افترضنا مثلا في السودان زين نمرة واحد وبعديها ام تي ان، دي ام تي ان بتاعت ام تي ان بتاعت كينيا، زين بتاعت كينيا اللي هو سفاريكوم. فالمهم قاعدين في لاين تونسنا، قامت نهاية اللاين هناك قاعد البيت ما شاء الله تبارك الله مسافرة معايا الوقت كله. فأنا حارقني إنه يا أخي أمشي أتكلم معاها ما أتكلم معاها، أعمل شنو؟ المهم قاعد الحياة دي كلها قاعدة في أصيل لافة، أمشي ما أمشي، أقعد ما أقعد، ولسه الونسة مع الجماعة دي لسه راصة. وطبعا قال لي إنه يا أخي العفش بتاعهم ذاته ما لقوا حسي، فلازم يرجعوا له وماشيين الهوتيلز وأنا صراحة ما عندي أي مكان أمشي له. فالمهم قاعد بعين لها كده يعني الزول أقول لك شنو؟ ما عارف أعمل شنو. فبعد شوية قامت مشيت عشان تطلع الشريحة مكان تاني، ما طلعت معها، جات راجعة تاني. فالمهم وانا بعاين في الموضوع حصل عليه شنو، بعد شوية قام قال لي يا اخي المفروض تدفع 5000 كينيا شيلين، دي زي $5 عشان يقوم يطلعوا لك الشريحة. طبعا الحاجة بسيطة شديد، انت بس بتكتب الرقم، رقم الباسورد بتاع الباسبورد بتاعك، بيصور لك صورة بيديك الشريحة بتاعته. في زول خير وبركة، خير وبركة، انتهيت منها. مشيت عشان افتش الزول بتاع التاكسي اللي قال لي قاعد. طبعا العبد الفقير اللي ربه يعني انا ما عارف كنت بفكر شنو، لان كنت متخيل انه زول بتاع التاكسي لما يشوفني بيعرفني، ولا لما يشوفه عارفه. كيف ما عارف؟ طبعا الحاجه المعروف عليها عالميا انه في زول بيكون شايل اسمك في ورقه، انت بتعاينه بيسلم عليه وبيمشوا مع بعض. فانا ما عندي في اي ورقه، مش طوال يا زول قعدت في عندهم زي بنش كده، قعدت في البنش في سنيكرز اشتريته من السودان، طلعت السنيكرز الحجم العادي كمان دبل سنيكرز اللي هو شوكولاته، طلعتها يا زول بسم الله الرحمن الرحيم، كجوم 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 باكل في شوكولاتي في امان دين الله. فاثناء ما انا باكل في الشوكولاته قاعد يا زول بتمعن فيني يا اخي اللي راح يحصل شنو، لانه انا حاليا في الوقت ذاك ما عندي زول يجيبني المدينه نمره واحد، ما عندي واي فاي، ما عندي انترنت قاطع، لانه طلعت برا المطار ما في طريقه ارجع للمطار ثاني، ما عندي محلات اسكن فيها، ما في اي حاجه. يعني حرفيا انا الامل بتاعي يتوقف تماما، او ما اعرف اللي حيحصل شنو. فاثناء ما انا بفكر في الحاجات دي في زول جاي مر بورقه مكتوب عليها احمد اماني، وانفجر العبد الفقير اللي ربه بالضحك والامل. فيا زول مشيت على طوالي قربت احضنه طبعا، هاي هاو ار يو، I'm good. How are you? My name is Ahmed. My name is كده 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 كده. فالمهم فمشينا عشان نركب العربية، ودي العربية اللي حتوديني لمدينة نيروبي. ففي الحلقة الجديدة إن شاء الله هنشوف نيروبي، وهل في أي دراما لسه في المطار ولا لا، وصحبان هنلاقيهم إن شاء الله. فيعني إن شاء الله تكون حلقة سعيدة عليكم، ومع السلامة.